جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. ما كاينش الصفاق، ما كاينش التصفار، اللي غيبقى يصفاق وغيبقى يدير يخرج عن النظام ماشي ديالنا، راه جات يشوش علينا. انا هو اللي مسؤول على هذه المسيره امام السلطات. انا رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان وطنيا. تفقوش اخوات، ما تفقوش، اللي غادي يصفر يمشي في حاله منا، ما تسمعش حاجه، ما يسمعوهاش. اللي غادي يصفر ماشي ديالنا ماشي معنا، واللي غادي يصفق ماشي معنا ماشي ديالنا يمشي في حاله، الله يخليه. احنا جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان جينا باش نحتجوا على جوج ديال الناس، على جوج ديال الناس، على العامل ديال المضيق وعلى الزعيطر. متفقين؟ احنا وجهنا الدعوة لجميع المواطنين، لجميع الأحزاب السياسية والجمعيات وكل المهتمين للاحتجاج ضد خروقات حقوق الإنسان وضد حق الشعب المغربي في حقوقه، ضد المسؤولين الجبناء بحال العامل ديال المضيق جبان. كاين صافي، كاين صافي، اسمعي هايدي، اسمعوا الله يخليكم. الشعارات اللي غادي نقولهم حنايا كنتحملوا بالمسؤوليه. الشعارات اللي غادي حنايا، الشعارات حنا اللي غنحددوهم، تنعرفوا اش تنقولوا. كذلك تنحتجوا ضد ال زعيطر اللي هما كيستغلوا النفوذ ديالهم ويخرقون القانون ويستعملون النفوذ. إذن هذا هو الإطار ديالنا، أبغينا مسؤولين قانونيين شجعان، ما يمكنش